مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. خلاص فريقنا وصل للنايجر امبارح بالليل، والنهاردة الظهر أجروا المسحة الطبية، وطبعا ده استعدادا لمباراة سوني داب في النايجر بعد بكرة. يمكن كلام مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ مطمن جدا، أو يطمن جدا الجماهير الحقيقة، أنه الفريق بيسعى أن هو يبدأ ضربة بداية قوية جدا في مشوار بطولة أفريقيا نحو اللقب العاشر، وأنه مباراة سوني داب طبعا هيتم التعامل معها بكل احترام، زي طبعا ما النادي الاهلي بيتعامل مع اي مباراه. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نستسهل الخصم او غيره. وكمان قال انه كل اللعيبه عندها دوافع قويه جدا نحو اللقب العاشر، احنا مش بعناش، يعني مش خدنا البطوله التاسعه بقى وهنهدى، لا، في دوافع قويه جدا عند كل اللعيبه بتترجم طبعا لنتائج قويه وايجابيه ان شاء الله الفتره اللي جايه علشان نقدر ناخد بطوله افريقيا العاشره.